فكرة الإيفنت جت من إن إحنا مشتركين في مشروع تبع الاتحاد الأوروبي عن دعم الواقع بالخيال. احنا المكان ده الحقيقه عصر كميه احتفالات عملناها من اول من 6 أشهر، يعني دي يمكن هيبقى ثالث ايفنت. في اسكندريه او في مصر ده بيدي رساله اللي هي مصر عندها استعداد لتنظيم اي حدث او اي مهرجان او اي مؤتمر، فدي رساله بنبعتها للعالم، مصر واحد امان واستقرار. But time has taught me not to share my power with anyone, not even my brother. Here I am in Rome with our son Caesarion. Glory is ours. Terror, oh terror! Caesar is assassinated. Love makes wonders, and once again, the light of love shines bright over my kingdom, the light of Antony. I remain in history as a legend. I was and I am the legendary queen. I am Cleopatra. عجبني، يعني في فكرة جديدة وحلوة. حلو قوي وينفعني في مدرسة وكده، لما في الدراسات وكده ممكن اقول لهم بقى على كل فترة وكده، فشايفه ان حاجة حلوة يعني. And I love the video, the graphic, and it's really good.